ومعنا من لندن للحديث عن التقدم الأخير الذي أحرزته قوات حكومة الوفاق الليبية وتأثيره على المشهد السياسي في ليبيا، من لندن معنا الأستاذ أحمد عامر، مستشار في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد أحمد. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بكم. أولا، ماذا يعني سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية غربي ليبيا؟ يعني الكثير. قاعدة الوطية العسكرية قاعدة كبيرة وقوية، وكانت هي التي يشن من خلالها الهجمات العسكرية بصفة مستمرة على طرابلس العاصمة، على مطار طرابلس، على مطار عتيقة. كانت تخرج منها الطائرات ليلا ونهار لتقتل المدنيين في طرابلس، وتشن الحملات على الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دوليا. سقوط هذه القاعدة العسكرية برغم الأموال الضخمة والمعدات العسكرية الكبيرة والمساعدات من روسيا ومن فرنسا ومن النظام المصري ومن نظام أبو ظبي أيضا، سقوطها بعد كل هذا الدعم القوي يعني الكثير جدا على المستوى العسكري والمستوى السياسي. احنا الآن نرى أنه من طرابلس إلى حدود تونس، كل المنطقة الغربية استطاعت حكومة الوفاق أن تحررها بالكامل، وأصبحت تؤمن المطارات والمناطق السكنية والمناطق المدنية. السراج قال أيضا أن تحرير قاعدة الوطية العسكرية يقربهم أكثر من النصر الكبير، ماذا يقصد بذلك؟ وهل تمتلك الحكومة مقومات لتحقيق هذا النصر؟ أظنها تمتلك. بعد هذه المعركة، بعد هذا الانتصار، أن أظن كثير من القبائل اللي كانت مقهورة وضغط عليها من قبل خليفة حفتر وعصابات خليفة حفتر في الغرب أو في الجنوب أو في الشرق، هذه القبائل حتبدأ تراجع نفسها مرة ثانية وتكون ليست تحت ضغط حفتر وعصابات حفتر، وحتكون حرة في اتخاذ قرارها. فهذه القبائل يقينا هترجع مرة أخرى تقف مع الحكومة الشرعية، تقف مع حكومة الوفاق. هتبدأ أيضا حكومة الوفاق تتحرك شرقا من جديد بعدما كانت ترد الهجمات على العاصمة وعلى مطار العاصمة، هتبدأ تتحرك شرقا لتحرر المناطق الشرقية أيضا التي بها كمية أسلحة وذخائر ومعدات وقوات مصرية كبيرة جدا، بنغازي وما حول بنغازي. أظن هذا في طريق النصر، مما لا شك في ذلك، النصر الكامل. نعم. طيب أستاذ أحمد، عندما نقرأ أن السفير الأمريكي في ليبيا يقول أن نفوذ حفتر في انحسار، وأنه يعني سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه حكومة السراج على الانقلاب، هل نفهم من ذلك أن هناك ضوء أخضر أمريكي من أجل تطهير هذه المناطق من قوات حفتر، أو هناك مساندة أمريكية بشكل أو بآخر؟ أمريكا كانت وقفت على الحياد، لم تقف مع حكومة الوفاق، وكانت ترى أن روسيا تدعم حفتر بقوة، الإمارات، نظام عبد الفتاح السيسي وآخرين، وطبعا فرنسا وآخرين كانوا يدعموا حفتر بقوة، وكانت ترى أمريكا العصابات التي تأتي والمرتزقة الذين يجيئون من روسيا ومن السودان ومن دول أخرى تقف مع حفتر. الآن أمريكا اتضحت الأمور بالنسبة لها، أو أعطتها بالمناسبة أو بصورة أفضل، أعطتها الفرصة أن تصرح هذا التصريح. أنا أقول أن هذا الموقف أصبح موقف جلي أيضا، أن تقف أمريكا وبكل وضوح جدا مع الشرعية، وأظن أن دول أخرى هتبدأ تتراجع أو على الأقل هتنسحب من دعمها لحفتر. هل تتوقع أن يعيد حفتر الكرة من جديد من خلال هجوم هنا أو هناك كما كان يفعل دائما؟ أتوقع ذلك، لأن القرار ليس بيد حفتر، القرار بيد أبو ظبي رقم واحد ونظام عبد الفتاح السيسي رقم اثنين. نحن رأينا كيف أن حفتر كان جالس معهم على طاولة المفاوضات في موسكو ثم انسحب، كان جالس معهم على طاولة المفاوضات في برلين ثم انسحب. القرار ليس قرار حفتر بقدر ما هو قرار الإمارات، قرار أبو ظبي
وقرار النظام عبد الفتاح السيسي. ما السيناريوهات المقبلة في ليبيا في ضوء ما جرى من السيطرة على هذه القاعدة المهمة؟ أنا أتوقع أن العملية السياسية ستبدأ، ولكن ستبدأ بطريقة مختلفة. أتوقع أنه من الممكن ألا نرى حفتر على رأس فريق مفاوض لحكومة الوفاق في المرحلة القادمة. أتوقع أن الذين يقفوا مع حفتر ممكن أن يغيروا حفتر، لأن حفتر بالنسبة لهم ممكن أن يكون احترق. فممكن أن تبدأ عملية سياسية جديدة، حكومة الوفاق لها فيها اليد العليا، وتبدأ المنظومة الدولية تتعامل مع الملف بصورة أخرى، الأمم المتحدة وأمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول المهتمة بالملف الليبي تبدأ تتعامل في الملف بطريقة مختلفة. أنا أقول أن سيكون في حل، والحل سيكون أقرب لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا والشرعية الدولية في المرحلة القادمة. حشم عسكري كامل أظنه صعب بالنسبة للوضع الليبي. القبائل كلها مسلحة، المجموعات كلها مسلحة، توجد مجموعات مرتزقة كثيرة جدا مدججة بالسلاح، أتت من السودان ومن روسيا ومن سوريا عبر القوات الروسية أيضا. فأقول أن الحسم العسكري سيكون في تقدم للوفاق، ولكن لن يكون حسم 100% في المنطقة الشرقية. لعل الجلوس للمفاوضات على طاولة المفاوضات سيحسم القضية بصورة أفضل، نعم، لصالح الشرعية والوفاق. أشكرك الأستاذ أحمد عامر، مستشار في العلاقات الدولية، كنت معنا من لندن.